مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم معنا جديد، وما زلنا مستمرين معاكم بضيوفنا وحواراتنا الصباحية ببرنامج جوك. معاكم أنا أسامة الجيتاوي، وضيفتي حاليا اللي موجودة معايا أخصائية التغذية فرح داوود. فرح، صباح الخير، صباح كيف حالك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. كيف الصبح؟ صحة الصبح حلوة صراحة، أنا بحب أصحى الصبح بكير. 100% فرح، يعني عم كنت بقرأ عن محاور الحديث معاكي والمقابلة معاكي، يعني عم نحكي شوي عن إشي اسمه الهوت شوكليت والفوائد هاي. أنا مستغرب إنه في معي أخصائية تغذية بدنا نحكي من خلالها عن الهوت شوكليت والشوكليت بامب هاي تبعت الكاكاو والأشياء هاي. طب هاي أشياء بتنصح ليه أجيبت هلا صارت الأشياء هاي، يعني صعب إنه الواحد يحرم حاله منها. حلو، فإحنا بدنا نلاقي طرق ناكل الأشياء حتى لو ما كانت يعني هديك إنه والله 100% هي هيلثي، بس إنه إحنا نلاقي لها طرق صحية نحضرها فيها. يعني مثلا اول شيء حابه احكي عن الفوائد تبعت الكاكاو عشان نعرف ايش كيف الطرق اللي نحضرها فيها. هلا الكاكاو هو من المواد العاليه بالانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده، من ضمنها ماده تسمى البوليفينولز اللي هي بتحسن من يعني بتعدل من الضغط، يعني بتقلل من ارتفاع الضغط وبتحسن من تدفق الدم بالجسم، وبتحفز انتاج هرمون يسمى السيروتونين واللي هو هرمون السعاده. دائما احنا يعني بس نشرب اشياء فيها شوكولاته بنحس هيك المزاج تعدل وهيك. فهاي من الاشياء اللي من فوائد الكاكاو، بس زي ما قلت لك بدنا نلاقي الطريقه الصح اللي احنا نحضر فيها. فبدنا نروح على النوعيات الصحية من الكاكاو، يعني مثلا مش الكاكاو اللي هو بيكون مصنع مع أشياء سكر أو مواد حافظة أو هيك، لا بدنا نروح على الكاكاو الخام يلي هو مو مضاف له أشياء، ونحاول نحليه بمواد مثل العسل مثل المحليات الصناعية، وإحنا عمالنا بنعمل بالهوت شوكليت وهاي الأشياء. اوكي تمام حلو، يعني فكره جدا لطيفه. عم نحكي عن موضوع الكاكاو والفوائد هاي، بس هذا الشيء مش ممكن ينصحنا اذا هلا هو حتى على فكره من الاشياء يلي مفيد لها انه هو بيعدل مستويات الانسولين. تمام يعني بس المهم انه يكون الكاكاو خام. هذا اللي حكينا عنه، انا هاي بدي استغل كمان وجودي معاكي على الهواء مباشره واحكي برضو عن الفكره بجوز المغلوطه عند الناس انه الكاكاو بنصح، بنصح ابعد عن الكاكاو وما كذا. فبدنا نحكي برضو انه احنا بدنا ناخذ النوعيات الخام البيور من دون المحليات من دون السكر من دون هاي الاشياء. طيب هلا يعني ممكن خلينا نحكي عن الكاكاو وفصل الشتاء. برضو اتوقع له اهميه كثير، في كثير ناس تحب الهوت شوكليت والكاكاو في فصل الشتاء، يعني هو هيك كمزاج بيكون كثير مرتبط فيه، وعشان من المشروبات الساخنه وهو مش انه بنصح لا عادي. زي ما قلت لك اذا كان النوع اللي احنا مختارينه مش اللي مضاف له سكر، يعني المعلقه الكبيره من الكاكاو فيها 30 سعره فاحنا ممكن على الكاس نحط اصلا معلقه صغيره ونكتفي بطعم الكاكاو. من الطرق الصحية عشان إحنا نحضر الهوت شوكليت بما إنه هلأ هيك الأجواء بدها، إنه مثلا ناخد معلقة صغيرة من الكاكاو الخام مع حليب نختاره خالي الدسم عشان إحنا نتجنب الدهون المشبعة، ونستخدم مثلا العسل، نستخدم المحليات الصناعية، نبتعد عن في الهوت شوكليت اللي هو بيكون جاهز. هاي عادة بيكون فيها من الماشينز من الأشياء هاي إنه إحنا نعمله فيها دهون مشبعة، فيها سكر بكميات كتير كبيرة. حتى إذا اطلعنا على المكونات على هاي المنتجات، أول منتج بيكون مكتوب يلي هو السكر، عادة الترتيب بيكون من الأكتر للأقل، فإحنا إذا اطلعنا أول إشي مكون من هاي الأشياء بيكون هو السكر. طيب 100% بدي أسألك، الكاكاو في نسبة كافيين معينة ولا في نسبة كافيين؟ طيب دائما بيحكوا لنا أخصائيين التغذية أو الكوتشز في الجيم لما نيجي نمارس الرياضة إنه مثلا حلو تأخذ شوت كاكاو أو شوت قهوة قبل ما تمارس رياضة، إيش علاقة موضوع الكاكاو أو القهوة أو المشروبات بشكل عام اللي فيها كافيين بممارسة الرياضة؟ الكافيين هو من المواد يلي بتساعد على حرق الدهون خصوصا قبل نص ساعة مثلا من الرياضة. يعني بتحرق الدهون يلي موجودة بجسمنا وبتستغلها كمصدر للطاقة خلال ممارسة الرياضة. يعني
يعني بتعطي باور اكثر. بالضبط. بس كمان ما بدنا نستخدمه يعني بيزيد من معدل حرق الدهون. اوكي. بس ما بدنا نستخدمه كمان بكميات كثير كبيره عشان ما يصير في عندنا يعني سايد افكت زي مثلا التوتر زي الارق هاي الاشياء. تمام. طب شو الكميه بالضبط؟ شو الكميه اللي بنصح فيها انا قبل ما اروح على الجيم مثلا؟ ممكن اخذ فنجان، كاسه، مج؟ شو الكميه بالضبط؟ يعني فنجان صغير مثلا من القهوه التركيه بيكون شيء جدا ممتاز. تمام 100%. طيب هلا بما انه استغل وجودك معي منك انت اخصائيه تغذيه ونحكي عن التغذيه بالشتاء بشكل عام، احنا رجعنا على الجيمات بس لسه مش قادرين نسيطر على موضوع اكلنا والتغذيه، وهذا السؤال اللي انا بدي اساله، عم نحكي عن الكريفنجز او عم نحكي عن الشراهه. بالضبط. يعني انا بمسك حالي عن الاكل بس بضلني لسه حاس حالي جوعان. بالزبط. وانا حاس حالي بدي بس اتفشش بالاكل. ما بعرف هو الشعور هذا بس بيجي بالشتاء او بيجي بالشتاء والصيف. يعني انا من الناس اللي قدرت مثلا انزل وزني، نزلت انا تقريبا 40 كيلو وزني، رجعت منهم الحمد لله 16 كيلو وهلا رجعت العب رياضه والامور تمام، عم بحاول اسيطر على الاكل بس لسه عندي الشراهه على الاكل، الشهوه على الاكل هاي. كيف ممكن نسيطر عليها؟ هلا هو بفصل الشتاء هو مش الموضوع انه احنا اجسامنا بتحتاج قد ما هو يعني اكيد احنا اجسامنا عشان برد وبدها تتدفى وهيك فبتحتاج سعرات، بس مش هالقد قد ما الموضوع له دخل بانه الاشياء عمالها بتكون متاحه حوالينا بالشتاء. طيب. بنصير نتفنن في الاكل، فالواحد الا ما يصير يشتهي هاي الاشياء. اللي بدنا نعمله انه احنا ما يكون يعني عادي ناكل من كل شيء بس باعتدال، والشيء اللي دائما انا بحكيه انه نوزع وجباتنا خلال اليوم، يعني يكون مثلا في عندنا ثلاث وجبات رئيسيه وهدول الثلاث وجبات يكونوا بكميات معقوله مش كتير كبيره وبيناتهم سناكات. انت لما تاخذ وجبه الفطور بكميه معقوله وتروح بعدها لوجبه السناك وبعدين تروح لوجبه الغداء انت اصلا رح تكون شبعان من الوجبات اللي قبل. صح. فهيك ما رح تحتاج انك انت تروح على وجبة معينة وتاكل فيها زيادة عن اللزوم او حتى انك انت تنقرش من السناكات اللي هي غير صحية لانه خلص انت طول اليوم شبعان رح تكون. حلو. اذا احنا عم نحكي بس عن تنظيم وجبات اكل عشان انت مثلا يعني انا مرات كثير بتصير معي اوكي بكون ماشي في الدايت وماسك حالي بس فعلا بفطر الصبح فطور اموره طبيعي بضلني 6-7 ساعات جوعان. بالزبط. جوعان بس اجي بدي اتغدى باكل ضعف الكمية. بالضبط. وممكن كمان خلال هاي الفترة تاخذ سناكات انت تقول انا مش ماكل اشي بس هاي السناكات عن جد تكون بتفرق بالسعرات. حلو. وتكون مش صحية. تمام 100%. نصائح لكل الناس اللي عم بتابعونا بموضوع تنظيم الأكل خصوصا بفصل الشتاء، بدنا نعرف إيش بفصل الشتاء ممكن أنا يعني إذا جوعت أو إذا حس إنه يعني فصل الشتاء أقل مواطن أردني بجوع 5 مرات في اليوم. أكيد طبعا. إيش ممكن ننصح الناس بالنسبة لعاداتهم الصحية وعاداتهم الغذائية بالتحديد بفصل الشتاء؟ أوكي. هلا أول إشي بدنا نحط أوقات معينة للوجبات تبعتنا. أوكي. إن خلص نحدد إنه إحنا في عندنا 5 وجبات أو 6 وجبات بالضبط. مش غلط انه كبداية اذا الشخص مش متعود او مثلا طبيعة العمل ما بتسمح لنا انه احنا يكون في عندنا هالقد عدد من الوجبات انه احنا تدريجيا نزود فيهم لهاي الوجبات ونراعي الكميات. طيب. نكتر من الألياف عشان نحس حالنا دائما شبعانين لفترات أطول وما نضطر إنه إحنا ناكل من أشياء غير صحية. تمام 100%. بدي أشكر وجودك معنا. شكرا. عرفنا معلومة حلوة عن موضوع الكاكاو فاشربوا كاكاو يا إخوان. الكاكاو هي يعني معنا فرح أخصائية تغذية، ما تبلغوش بكميات الكاكاو يعني، ولكن الكاكاو منيح، بفيد بهرمون السعادة، بفيد بحرق الدهون، بفيد بتعديل المزاج وله كثير فوائد. شكرا على وجودك معنا. شكرا على المعلومات الحلوه اللي اعطيتينا اياهم، وان شاء الله لنا لقاءات جايه معك فرح ان شاء الله. شكرا لك. يا اهلا وسهلا.